طب هدف بينزل ازاي؟ بينزل كده يقوم طالع اسمه كيرف الهجوم، وهو طالع كده يقوم فاتح الطلقات او الانابل تنزل على الهدف. نعم. يعني هو بص ما بيجيش كده يقوم ضارب هنا، لا يقوم يجي هنا يقوم طالع هنا ويقوم كله هينزل على ده على المكان مستهدف. المهم يوم 7-8 عدى. نعم. ما اشتبكتش خالص لا، يوم 6 تحديدا حصل العبور واحنا موجودين بنتابع، والعبور والله اكبر، وعدينا الناحيه الثانيه. طبعا احنا قاعدين حلم. ايه؟ مفيش لا نوم ولا اكل. لا نوم ولا اكل. من الفرحه. فرحه. اي نعم، كان في معانا معلبات ولا اي حاجه. كل ده احنا صايمين اصلا، محدش فطر. مش مهم، محدش فطر. صايمين محدش فطر. صايمين محدش فطر. يعني صايمين. نسينا الفطار. نسينا الفطار وكل حاجه. المهم سعادتك جينا يوم 8. ايوه 8 اكتوبر. سحبونا. قالوا فصيله ساريه الحيه دي. نعم. جالنا امر تحرك. نعم. رجعنا. نعم. مطار ابو حماد. ليه؟ مطار ابو حماد ومطار الصالحيه ومطار المنصوره بتاع معركه المنصوره الجويه. ايوه معركه المنصوره. الثلاث مطارات دول ومطار بلبيس كمان. بس كان بعيد يعني. قالوا المطارات ديت مرصوده انها تتضرب. يبقى لازم تجيبوا حيه. نعم. او الاستقسام 7 ترجع كده. المهم رحنا يوم 8 بالليل. يوم 9 ودونا قريه اسمها قريه الازديه. حتى بكلم سعاده اللي هو محي نوح بطل المجموعه. نعم. احد الابطال طبعا. مجموعه 39. نعم. بدور الرفاعي. نعم. يقول لي ده أنا. المهم وقعد مع الناس بقى. نعم. اللي هم شاهدوا الطياره بتاعت الثانيه. كده ايه قصتها؟ اسقاط الطياره الثانيه. احنا رحنا ده يوم 8 ولا بعد 8؟ يوم 10 بقى. يوم 10 اكتوبر. احنا يوم 9 وزونا على ترعه كده في قريه الازديه. الازديه. نعم. جنب تل مفتاح ومنطقه كده كده. نعم. قام ايه وقفنا. قام ايه الساعه 9 9 وشويه كده قالوا في طيران معادي داخل حدود مصر. نعم. جاي من ناحيه. نعم. البحر المتوسط كده. نعم. وبعد شويه قالوا ايه ما عندنا الواد ابراهيم الزكي بتاع الاشاره. نعم. عمال ياخد الاشارات بالجهاز اللاسلكي الار 105. مرشا زغلول يا مرشا زغلول. هي بيقول ده الطيران المعادي في منطقه وصل المنصوره. نعم. وصل المنصوره؟ طب احنا ما نعرفش بقى. طب ما جهاز المنصوره بعد شويه. نعم. هوب بنبص لنا الطيارات عن واحده جايه بقى. نعم. في حدود هنا. ادام في انت حاله طوارئ شادد. طوارئ. شادد الصاروخ واقف جاهز انت. جاهز. مش قاعد بقى مستني كذا. لا. ببص لقيت الطياره دي جايه هتخش تضرب. على مطار ابو حماد. في الحدود بتاعتي نازله. ايوه النازله اللي هي بتاعتها اللي هتطلع اللي هي. المهم الحمد لله نشنت والزمن سليم وضربتها وايه وقعت. وقعت اللي هي نوعها دي ما فيهاش حاجه بقى برضه سكاي هوك. بس سكاي هوك. تخصص سكاي هوك. هي جت نصيبي. لا تدريب ده سكاي هوك. ده كان اسمه السما ده. كانت رهيبه رهيبه. اسرائيل. نعم. لما تزودت بالفانتوم في شهر في نهايه 69 كان اسمها الشبع. ووقعت بقى اعصاب الناس يقول لك لا صاروخ يجيبها. نعم. ولا رادار يجيبها ولا اي حاجه. نعم. كانوا عاملين في الوقت ده رعب وعاملين دعايه اعلاميه رهيبه جدا. بروجندا جامده قوي نفسيه علينا رهيبه. المهم سعادتك جه ايه وقعت الطياره الثانيه. الطياره وقعت. الحمد لله الطيارات ما وصلتش لمطار ابو. نعم. حماد. ابو حماد. بس وصلت على حدود قرى. في قرى جنب شواميل وكفر حافظ وفي قريه ثالثه كده. نعم. دول يا عيني البيوت الفلاحين دي اتدمرت. الناس حتى المدنيين قالوا الحمد لله احنا اللي ماتوا مات من عندنا والبيوت كذا شهداء. بس المطار. مطار ابو حماد ما اتصابش عشان الطيارات ديت. الثلاث مطارات اللي بقول لك عليهم دول كانوا هم دايما يخشوا يضربوا في اسرائيل. نعم. يعني مش هيجيبوا من طرر مثلا. نعم. من الغرب ولا لا بعيده. نعم. يعني دي اقرب مطارات كذا. نعم. المهم يا سيدي كان في استهداف المطار ده عشان قريب مطارات كلها منه. سواء منصوره صالحيه. نعم. ابو حماد. نعم. ومنيج 21. نعم. كانت اقوى طياره المقاتله موجود. هي دول اللي شالوا الطيار سمير عزيز ميخائيل. نعم. والطيار المنصوري. نعم. والطيار وصف بشاره. نعم. والطيار. نعم. كتير طيارين دول شالوا. وبعدين نقول الحمد لله اصلا. الحمد لله. الحمد لله.